يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض. ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي أردني قوله إن اجتماع اليوم بين بايدن والملك عبد الله ليس اجتماعا ثنائيا رسميا، بل سيكون خاصا وغير رسميا. هذا ويأتي الاجتماع في وقت لا تزال تختلف فيه إدارة بايدن مع المسؤولين الإسرائيليين حول التوغل العسكري في رفح بجنوب قطاع غزة.